إذن أرحب بك من جديد ضيفي من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح لطفي. يعني في الساعات الأولى من اليوم 131 للحرب على غزة، الاحتلال الصهيوني جدد مجازره على جنوب القطاع. السؤال هنا، ما الذي يريده الاحتلال من هذه الضربات مع حديثه عن عملية عسكرية محتملة في رفح؟ تفضل. السلام عليكم أخي الكريم. المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومعها المؤسسة السياسية الحاكمة برئاسة نتنياهو، بعد عملية ما يسمى الإنقاذ الذي تم مطلع هذا الأسبوع لشخصيتين يهوديتين إسرائيليتين في رفح، ازدادت شهوة ورغبة المؤسسة العسكرية الأمنية السياسية في مزيد من الضغط العسكري، على اعتبار أن هذا الضغط هكذا يظنون جاء بنتيجة مباشرة اسمها بين الشطائر تحرير الرهائن الإسرائيليين. ولذلك وجدنا اليوم تصريح نتنياهو بشكل واضح وصريح، بعد أن أمر اللجنة التي ذهبت إلى إلى مصر أن لا تعود إليها ثانية، قال رافضا كافة طروحات حركة المقاومة حماس وغيرها، أن مزيدا من الضغط العسكري مصحوبا بمزيد من الضغط الأمني الاستخباراتي سيدفع إلى مزيد من تحرير الأسرى، وبالتالي الشهوة العسكرية الآن مرتبطة في القناعة لدى الجهاز الأمني الإسرائيلي والجهاز العسكري الإسرائيلي أنه يمكن إيجاد مزيد من الرهائن في رفح. ولذلك مسألة جز العشب الذي هنا هو المدنيين والناس العزل ليس لها قيمة، وليست وهم مجرد أرقام في مسألة التحضير العسكري القادم علينا. وما يتم الآن من عملية قتل يومي في مجازر بلغت العشرات خلال الساعات التي مضت وفي هذه اللحظات، هي عملية مقدمات لغزو عسكري مسلح للجيش سيتم في مدينة رفح. والسؤال هو السؤال الثمن، كم سيدفع الناس في أهل غزة ثمنا لهذا الغزو المسلح الذي أخذ ضوءا أخضرا؟ واليوم سمعنا من على محطة الجزيرة والشبكات الإسرائيلية المختلفة 12 و13 أن الكونغرس في صدد إقرار صفقة أسلحة كبيرة جدا، أن الإدارة الأمريكية تبحث عن نصر حاسم لإسرائيل على حركة المقاومة حماس، وبالتالي الهدف هو هدف عسكري بامتياز. والهدف بين الشطائر الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي وتحرير الرهائن. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ صالح. أيضا عبر سكايب من الضفة الغربية ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف. أهلا بك دكتور محمود. يعني فكرة القيام بعملية برفح تشبه أن يدخل أحدهم فيلا داخل يعني متحف من الفخار ويطلب منه ألا يكسر قارورة واحدة، إذا ما أقدم الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية شاملة على رفح، ما تداعياتها على المستويين الإنساني والعسكري؟ تفضل دكتور. يعني واضح أن رفح باتت العنوان الأبرز للمأساة الإنسانية. نحن نتحدث عن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني تم زجهم بفعل هذه الحرب المدمرة في قطاع غزة. وهذا يظهر كم أن الأمر بحاجة إلى تدخل عربي ودولي وإسلامي حتى يلجم هذا العدوان. بنيامين نتنياهو كثيرا ما ضخم موضوع رفح ومكانة رفح، وهو أراد من خلال ذلك الإظهار للمجتمع الإسرائيلي بأنه يحقق إنجازات وقفزات نوعية على أرض الواقع. ومن هنا جاء موضوع الحديث عن الأسيرين المختطفين في رفح وتضخيم الحدث وإظهاره بأنه عبارة عن إنجاز استراتيجي ونوعي، وكأنه مدخل لتحرير بقية الأسرى من خلال عمل عسكري نوعي. هكذا بنيامين نتنياهو يبيع المجتمع الإسرائيلي أوهاما، ولكن على أرض الواقع نجد بأنه يجيد العمل كعنوان، لأنه شخص يمثل ثعلب السياسة في إسرائيل. هذا الشخص يجيد تفضيل مصالحه الشخصية ورغبته بالاستمرار بالحكم على حساب أمن إسرائيل، على حساب راحة الجيش، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وللأسف الشديد دائما الدماء الفلسطينية هي العنوان،
ودائما سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والكهول هي العنوان الأبرز لهذا الإجرام. إذا نحن أمام مأساة إنسانية، وبالذات أن هذا الأمر يأتي بعد حصار الأونروا، بعد عدم إدخال المواد التموينية منذ 4 أشهر، بعد تدمير المستشفيات وما إلى ذلك. نحن أمام أزمة عنوانها عدم وجود الحد الأدنى من مقومات الحياة في قطاع غزة، وبالذات في رفح التي تمثل الآن المكان الأكثر اكتظاظاً على مستوى العالم ككل. أستاذ صالح، يعني صحيفة وول ستريت جورنال أكدت أن اختتام محادثات القاهرة بشأن صفقات لتبادل المحتجزين دون اتخاذ خطوات كبيرة نحو التوصل إلى اتفاق، هل كان متوقعا أن تحدث مثل هذه المحادثات أي انفراجة؟ طبعا أنا باعتقادي لا، لثلاثة أسباب مركزية. السبب الأول أن المقاومة ثبتت وأكدت موقفها من كافة الطروحات التي طرحتها في ما نسميه الصفقة. في المقابل نتنياهو من اللحظة الأولى أكد على أنه سيرفض كافة المقترحات التي قدمت بها المقاومة في حركة حماس ومن خلفها من المقاومين. ثانيا أن هذه المفاوضات تتعرض لضغط أمريكي تأتي في ظل الدعم الأمريكي الذي يريد أن يحدث ثغرة كبيرة جدا تعيدنا إلى الصفقة التي تمت خلال ما يسمى صفقات زمنية يتم خلال الإفراج عن عدد من المعتقلين، وبين الحالة طبعا كافة الرهائن الموجودين من الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، ثم تعود إسرائيل إلى الحرب مجددا ضد المقاومة وأهل غزة، وهذا ما ترفض المقاومة جملة وتفصيلا، وهذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك اليوم الأمريكيين صرحوا بشكل واضح وصريح أنهم سيتطلبوا من مصر ومن قطر الضغط على حركة حماس لقبول ما يسمونه الفجوات الزمنية، يعني كل فترة زمنية يتم الإفراج عن مجموعة من الرهائن مقابل مجموعة من الفلسطينيين سواء من الضفة الغربية أو من قطاع غزة، وعندما ينتهي هذا الأمر ستعود الحرب بشكل أشرس وأخطر بكثير. الأمر الأخير أن المجتمع الإسرائيلي الآن هو مجتمع ضاغط بشكل كبير جدا على المؤسسة الرسمية وبالذات على نتنياهو، الذي أحدث ضغطا مقابلا عندما أخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين من اليمين الإسرائيلي الذين يطالبونه بالاستمرار في الحرب، مما يعني أن المجتمع الإسرائيلي دخل في حالة من الشرخ الكبير جدا بين من يطالب نتنياهو في العمل على إنهاء الصفقة والإفراج عن الرهائن ومن ثم النظر في مستقبل الحرب مع المقاومة، ومن يدعو نتنياهو إلى استمرار الحرب ورفض الصفقة. وأول أمس كلنا شاهدنا بن غفير يتحدث بشكل صريح وطالبا نتنياهو بأن لا يلتزم ولا ينصت وأن لا يلتفت إلى الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية حتى في المسائل الإنسانية المتعلقة في إدخال غذاء ودواء إلى جنوب وشمال وسط القطاع. دكتور محمود، برأيك إلى ما يمكن إرجاع عدم وجود انفراجة في صفقة تبادل المحتجزين؟ هل كان سقف شروط المقاومة كما يقول الاحتلال أعلى من المتوقع؟ هذا غير صحيح، لأن الإعلام العبري ويدعوت أحرنوت والقناة 12 والقناة 13 تحدثت عن أن الهدف كان من زيارة الوفد الإسرائيلي هي المجاملة للرئيس بايدن ولحفظ الكرامة هذا الرئيس أمام الرأي العام وأمام المجتمع الأمريكي. ولكن على أرض الواقع بنيامين نتنياهو من خلال إرسال أحد كبار مستشاريه أراد من الموضوع السيطرة على مسار هذا الحوار وأراد ألا يحدث اختراقا، وبنيامين نتنياهو بات واضحا حتى لدى الإدارة الأمريكية، وهذا ما وجدناه من خلال تصريحات من بايدن شخصيا ومن خلال كيربي، بأن هذا الشخص لا يريد إطالة زمن الحرب، وأنه يوجد نوع من الاختلاف العميق في الرؤى بين نتنياهو الذي يتهرب من استحقاق إظهار الزمن الحقيقي للانسحاب من قطاع غزة، وبين رغبة الإدارة الأمريكية التي لا تريد بأن تستمر إسرائيل بالسيطرة على القطاع، وأنها ترغب بإدارة شؤون قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وبين بنيامين نتنياهو وسموتريتش وابن غفير الذين يسعون لاستمرار السيطرة ونهب الخيرات المتمثلة بالغاز الطبيعي الموجود في بحر غزة وما إلى ذلك. طب أستاذ صالح، حكومة نتنياهو من جانبها، يعني حكومة نتنياهو أطلقت لقاتها 4 قبيل الذهاب إلى القاهرة، وهي لا لوقف إطلاق النار ولا للخروج من غزة،
ولا لبقاء حماس وكذلك لا لإطلاق كامل الأسرى الفلسطينيين من وجهة نظر حكومة نتنياهو طبعا. هذه الخطوط التي وضعتها تل أبيب مجتمعة، هل الهدف منها استهداف رد حماس وخفض سقف التفاوض، أم أنها خطوط حمر لن يتحرك الاحتلال دونها؟ أولا هذه هي بنش طائر. الخطوط ما أسميت أنت الخطوط الحمر التي على وفقها ونهجها يتحدث ويفاوض المفاوض الإسرائيلي ابتداء من نتنياهو وانتهاء بأصغر موظف في جهاز الموساد أو الشباك لمن يفاوض الجهة الفلسطينية من خلال قطر ومن خلال مصر. لكن لنتذكر أمرين مهمين في هذا السياق. الأمر الأول أنه منذ الأول من 8 أكتوبر من العام الماضي وإلى هذه اللحظات تتحدث الحكومة الإسرائيلية، ولذلك وسعت ما يسمى مجلسها العسكري المصغر، وسعته لما أسموه القضاء على حركة حماس، نعم، أي المقاومة الإسلامية في غزة، كشرط أساسي وكهدف استراتيجي بناء عليه يمكن أن تعلن إسرائيل انتصارها من عدمه في الحرب. الأمر الثاني أن إسرائيل من اللحظة الأولى اعتبرت كافة أهل غزة شيوخا ونساء وأطفالا ورضعا وشبابا مدنيين وغير مدنيين، اعتبرتهم أهداف مشروعة فيما أسموه الدفاع عن النفس والدفاع عن حق الوجود. وبالتالي هذه اللآت الأربعة التي تفضلت بذكرها هي جزء لا يتجزأ من الحملة الإعلامية السياسية العسكرية الأمنية، نعم، الدعائية التي يقوم بها نتنياهو شخصيا ومعه حزب الليكود واليوم معه اليمين الدين الإسرائيلي واليمين القومي الإسرائيلي والحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط بشكل كبير جدا على بايدن وعلى المؤسسة العسكرية والسياسية الأمريكية لمد إسرائيل بأكبر قدر ممكن من السلاح ومن المعدات العسكرية لإنهاء هذه الحرب التي وضحت هذه فاجأ الفكرة. صبر المقاومة الجميع فيها. من جديد إليك دكتور محمود. جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض قال إن المحادثات تسير على الطريق الصحيح. باعتقادكم ما الذي أراده كيربي من وراء مثل هذه التصريحات؟ بصراحة أراد إضفاء نوع من الإيجابية، ولكن على أرض الواقع نحن نتحدث عن وجود فجوات كبيرة جدا لا يمكن إخفاء الحقيقة. الحقيقة أن هناك تباين، وهذا كان واضح من خلال بيان الراعي المصري ومن خلال البيان الحذر للخارجية القطرية. هناك تفاوت كبير بين وجهات نظر الفصائل الفلسطينية وبين ما أرادوا الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي لا يريد وقفا طويلا لإطلاق النار، لا يريد إطلاق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، لا يريد تكرار ما حدث على مدار الشهرين الأخيرين من ضمن الصفقات السابقة لإطلاق سراح المدنيين وما إلى ذلك. إسرائيل تعلي كثيرا من سقفها، وهم أرادوا إيهام العالم وإيهام المجتمع الإسرائيلي بأنه يمكن تحرير الرهائن من خلال عمليات لوحدات النقبة في الجيش الإسرائيلي على غرار ما حدث في رفح، مع أن هناك تشكيك لحقيقة ما حصل. هناك روايات عديدة وهناك تأكيدات كبيرة جدا بأن هؤلاء المختطفين لم يكونا بيد المقاومة بل كانوا لأحد العائلات، وهناك تداول لاسم عائلة شديدة التحديد ومكان سكنها وما إلى ذلك. وهناك من شكك على أن هناك طرف ثالث قد عمل صفقة حصلت هذه العائلة على مبلغ طائل من المال مقابل هذا المسلسل سيء الإخراج وما إلى ذلك. إذن هم أرادوا استعراض العضلات وإظهار بأن إسرائيل هي قوة كبيرة، وهذا ما حاول رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الحديث عنه عندما قال أن هذه العملية تظهر بأن هناك اختراقا كبيرا لأجهزة المخابرات في صفوف حماس وما إلى ذلك. وأنا أعتبر أن هذا هو جزء من الحرب النفسية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبحق المقاومة وبحق كل مكونات الشعب الفلسطيني الصامت. الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف القضاة، كنت معنا عبر سكايب من الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك. أتوجه الآن بالسؤال إليك أستاذ صالح، وهو السؤال الأخير كذلك. يعني هناك تسريبات بأن الاحتلال وضع هامشا للتفاوض مع تنازل عن التمسك بالبقاء في القطاع
وسمح كذلك بهامش انسحاب من المراكز الكبرى لمدن القطاع المختلفة. هل يمكن أن تقبل المقاومة الفلسطينية بتواجد الاحتلال في القطاع حتى وإن على أطراف المدن؟ باعتقادي أنا التسريبات هذه طبعا ذكرتها مجموعة من المواقع الإخبارية الإسرائيلية خلال الأسابيع المنصرمة وخلال هذا الأسبوع تحديدا، ويأتي هذا التسريب بإطار توافق كما ذكرت المواقع الإسرائيلية أن حماس عندها استعداد مبدئي للموافقة على هذا المقترح الإسرائيلي ضمن ضمانات دولية، تكون هذه الضمانات مسؤول عنها قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والروسية، وبالتالي باعتقادي أن حماس تملك أيضا أدوات وأوراق مفاوضة كبيرة جدا في مفاوضاتها وفي مفاوضاتها المحمومة والصعبة جدا مع المؤسسة الإسرائيلية بشقها الأمني والاحتلال العسكري، ولذلك مسألة المفاوضات هذه ومسألة التطرحات باعتقادي ستظل واردة خلال الأسابيع القادمة لنصل إلى حلول قد تكون مقبولة على جميع الأطراف وبالذات على المقاومة التي وضعت سقف عالي جدا وفقا للرواية الإسرائيلية، ووضعت بمقابل هذا السقف العالي جدا هوامش للتعاطي معها. من أم الفحمة الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح لطفي، شكرا جزيلا لك.